لسه لحد دلوقتي ناس بتبعت لي اخش كليه فنون ولا اخش كليه عاديه، يقارنوا مثلا ما بين تربيه فنيه وتجاره، تربيه نوعيه واداب مش عارف ايه كده. فبصوا، لو انتوا محتارين ولسه مش قادرين تقرروا، لو انتوا مش عارفين انتوا عايزين ايه، لو انتوا مش مغرمين بالفنون قوي فما تخشش كليه فنيه، لان الكليات الفنيه مجهود شاق جدا ومصاريف جامده جدا. فاذا كانش الموضوع بيستهويك قوي فما تعذبش نفسك على الفاضي، صدقني مجهود جبار، مفيش اجازات، مفيش راحه، مفيش يوم ويوم، انت بتروح كل يوم. انتوا فاهمين بقى الباقي، انا شرحته في فيديوهات كتير قبل كده، فما تعذبش نفسك. عارفين لما كان في الفيلم البحث عن فضيحه، لما كان سمير صبري بيقول لعادل امام مش هتجوز، ما تتجوزش واحده غير لما يكون ما بينك وما بينها غرام عنيف، اهو انت لو ما فيش ما بينك وما بين الفنون غرام عنيف ما تخشش كليه فنيه، لانك مش هتستحمل الضغط اللي انت هتقابله جوه. خدوا قراركم يا جماعه وما تخافوش، ربنا يوفقكم.